منحت سلطة الأدوية الصينية موافقة مشروطة لعقارين جديدين تم تطويرهما محليا لعلاج كوفيد 19 بعد أن نجحا في تقليل مدة المرض وتخفيف الآثار الجانبية الضارة وفقا للبيانات السريرية والتي كشفتها فرق البحث المعنية بتطوير العقارين، حيث أعلن الفريق البحثي الذي قام بتطوير أحد الأدوية على شروعه بالإنتاج التجاري للعقار بعد أن وافقت السلطات الطبية الصينية عليه، ومن المتوقع أن يتمكن المرضى من الحصول على العلاج في غضون شهر.